في البداية أهني منصة الميد الدولية بدءا من الدكتور سيف سيفداني وأعضاء المنصة جميعا بحدود 118 ألف عضو. أقترح لحضرة الدكتور سيف أن تتحول هذه المنصة إلى منصة مجتمع، لأن المجتمع الذي يعتبر العلم مرجعا له هو مجتمع متقدم من غيره. العلم يبني البيت بلا عماد، والنجاح يبقى سند إلى البيت. كافح من أجل العلم حتى تصل إلى النجاح، فإن نجحت فلن يوفقك أحد. الحياة دون العلم كأنه تسير في الطريق دون أن يكون لديك دليل. وأقترح اقتراح ثاني يا أستاذ دكتور أحمد، أن تنقل إلى جسمه، أن تزود منصة أريد العلمية هوية علمية لكل المشاركين في المنصة، مع الشكر والتقدير لكل الأعضاء من العراق من مدينة أربيل.